لك كتاب الله نتلوك بنبض هوانا نتنافس نبعث نورا قبسا من هدي رسولي للأقصى فاضع بيرا فحروف الآي دليلي جئناك كتاب الله نحن مزامير الأقصى جئناك كتاب الله نحن مزامير الأقصى أنا قصي محمد سلامة عمري 11 سنة حافظ من القرآن 16 جزء. اللهم صل على سيدنا. ما شاء الله عنك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما شاء الله عنك يا قصي، قراءتك طيبة ما شاء الله عنك، ونسأل الله أن يكون حفظك هذا في ميزان حسناتك ووالديك بإذن الله ومن حفظك كتاب الله سبحانه وتعالى. ألفت انتباهك لموضوع تنظيم النفس، يعني قراءتك ما شاء الله منسهبة وصوتك جميل، ولكن عليك أن تنظم نفسك بحيث تقف في المكان الذي تستطيع أن تستوعب رئتك هذا الصوت إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومما يعين على النفس يا قصي وأنت ما زلت صغيرا الرياضة، أنت رياضي أم لا؟ يعني مثلا الرياضة الهوائية خاصة، كبار القراء الذين نسمعهم غالبهم يعني يتابع الرياضة ويعني يعمل على نفسه في مجال الرياضة وخاصة السباحة والرياضة الهوائية مثل المشي والركض، كل ذلك يعين أيضا على جودة الصوت وعلى اتساع الصوت. بارك الله فيك. نحن مزامير الأقصى. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. بارك الله فيك يا تالين، لقد تغنيت بكتاب الله سبحانه وتعالى وصوتك جميل وقراءتك قراءة طيبة. وأما بالنسبة للضبط والتجويد فبالنسبة لعمرك يعني مناسب جدا ما قرأت به، وأنت تستطيعين بإذن الله عز وجل أن تتقني أكثر من ذلك. الإتقان بحاجة إلى يعني تمرس وبحاجة إلى من يتابعك في ذلك إن شاء الله سبحانه وتعالى، فاحرصي على ذلك وليحرص والديك على متابعتك فأنت تستحقين المتابعة بجدارة. بارك الله فيك. أحسنت يا تالين، ما شاء الله صوت أخاذ وتلاوة خاشعة. أنا لاحظت أنه في تدرج في اختيار الطبقات بشكل يعني لا يسبب نفور للمستمع،
أنا كنت أنتظر في كل آخر مقطع أنه يأتي صوت نشاز، لكن أنت كنت منضبطة بالتوفيق، ما شاء الله عليك. نحن مزامير الأقصى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحسنت ما شاء الله، بارك الله فيك، جزاك الله خير. نحن مزامير الأقصى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. أحسنت بارك الله فيك، جزاك الله خير، ما شاء الله عنك. تبارك الرحمن يا تقى، ما شاء الله عنك، أنت قارئة مبدعة حقيقة. وانتقيت آيات من سورة الحجر ليست بالسهلة في التجويد، أن يكثر فيها التفخيم وتأتي حروف مرققة مقرونة بمفخمة. أستطيع أن أقول أن عندك، إذا كان يصح التعبير، أن هناك ذكاء اجتماعي وذكاء حركي، عندك ذكاء في النطق واستيعاب مخارج وصفات الحروف، عندك استيعاب واضح جدا لمخارج وصفات الحروف. وأستطيع أن أقول أنك إن شاء الله عز وجل ستكونين معلمة متقنة للتجويد، وليس فقط متعلمة، إن شاء الله استمر وواظبي وستكونين كذلك بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. أحسنت يا تقى، ما شاء الله، يعني نقول المقرئة المعلمة، القراءة طيبة ما شاء الله تبارك الله، والتلاوة كانت متزنة ومنضبطة، ولعلها من أكثر التلاوات التي كانت في هذا اليوم منضبطة مع أحكام التجويد. الصاد متبوعة باللام متبوعة بالصاد، في كل حرف خرج يعني تم إعطاء الصفة، وهذا ما يميزك. بالتوفيق إن شاء الله. نحن مزامير الأقصى.
الأقصر. أنا اسمي نداء دبش، عمري 14 سنة ومن مركز عبد الله بن مسعود، حافظة 18 جزء. ما شاء الله ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله يا نداء، ما شاء الله عنك، تفضل اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. يا نور الله أتانا، يا أملا في دنيانا، جئناك كتاب الله نتلوك بنبض هوانا، نتنافس نبعث نورا قبسا من هدي رسولي، للأقصى فاضع بيرا فحروف الآي دليلي، جئناك كتاب الله نحن مزامير الأقصى، جئناك كتاب الله.